مباشرة من دبي رائد الخضري رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. رائد أهلا بك، دعنا نبدأ بالمستفيد الرئيسي من ما سمعناه من مستجدات إيجابية بما يخص باقي اللقاح. النفط يتجه إلى 50 ولربما نرى 60 قبل نهاية هذه السنة. هل أنتم بإكويتي جروب واضعين بوزيشنز إيجابية على النفط ولماذا؟ بشكل كبير نعم، النفط مرجح لمزيد من الصعود مع الانباء الإيجابية طبعا بلا شك حول اللقاح، يعني يعتبر هو المحرك الأبرز. أي إيجابية تكتنف الحد من انتشار كوفيد 19 ومن الآثار السلبية الخاصة به وتوقعات بانفتاح الاقتصاد بشكل أكبر وبالتالي الخروج من العائق الحقيقي الذي مرت فيه معظم القطاعات ومعظم الشركات في الفترة الماضية، أعتقد رح يكون إيجابي. المستفيد الأكبر بلا شك هو قطاع الأسهم، سوف يكون يعني أسهم الشركات بشكل كبير هي من الأصول المتجه إليها وخصوصا تلك التي تضررت بشكل واضح خلال الفترة الماضية نتيجة الإغلاقات الاقتصادية أو بنتيجة تغيير السلوك الاستهلاكي. الآن مع وجود أنباء إيجابية حول اللقاحات أعتقد بدأ الطلب الحقيقي في الفترة القادمة. بلا شك ننظر إلى النفط على أنه أحد أبرز الكوموديتيز التي تستفيد فعليا من توقعات إيجابية للفترة القادمة، إضافة إلى الحفاظ نوعا ما على يعني المعروض النفطي تحت التحجيم وتحت الضغط، سواء من كما ذكرت أوبك بلس وتعهدت بذلك ونسبة الالتزام كبيرة جدا. إذا لدينا الطلب من المتوقع أن يتحسن بشكل واضح، ولدينا أيضا المعروض المحجم، إضافة إلى نقطة مهمة جدا وهي أنه سياسات التيسير تستمر للفترة القادمة والدولار الأمريكي معرض لمزيد من الانخفاض وهو يقيم سعر البرميل. تعيين جانيت يالين مجددا للفد خلال بدءا من الفترة القادمة يعني ضغط على الدولار، وهذا بالطبع بيكون إيجابي لأسواق الأسهم. هل هذا يعني أن سوف نرى المزيد من الارتفاعات، وما هو قادم بالنسبة للبورصات العالمية خصوصا البورصة الأمريكية؟ إيجابي جدا بلا شك، يترجم ذلك بشكل واضح من خلال الارتفاعات بالداو جونز التي تجاوزت 30 ألف نقطة. ولكن جانيت يالين اللي كانت عندنا معروفة بأنها ذات سياسات التيسيرية اضطرت بصعوبة إلى أن تقوم بتجديد السياسة النقدية خلال فترة حكمها أو بنهاية فترة استلامها لرئاسة الفيدرالي الأمريكي، ومع ذلك كانت حذرة وبطيئة جدا في عملية رفع أسعار الفائدة. الآن مع استلامها لوزارة الخزانة توقع حزمة تحفيزية أكثر يعني أو أكبر من التوقعات في الفترة القادمة، أعتقد سوف يتأخر ذلك بعض الشيء ليظهر، ولكن يعني التحديات لا تزال موجودة. بالتالي عدم التسرع في تقديرات كبيرة لحزمة التحفيز من خلال يعني بايدن وإدارته القادمة، وأيضا وجود جانيت يالين، أعتقد من المبالغة أن نقيم إمكانية صعود أحد مستمر حتى مطلع العام القادم. ممكن أن يواجه داو جونز بعض العقبات كما شاهدناه اليوم على سبيل المثال، يعني عقود المؤشرات أو العقود المستقبلية لداو جونز تراجعت بنتيجة طلبات الإعانة المرتفعة. إذن ممكن تأتي بعض البيانات الاقتصادية التي تؤثر مؤقتا، ولكن الاتجاه العام لا يزال صاعد ويسهل مزيد من الارتفاع. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.